عسلامة عسلامة، شنحويلكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم الغصة متاعنا بات بغيزي، غصة احترافية للناس اللي كانت تحب تعمل مشروع تبيع فيه لي باركيت متاع لي تارت والكيش، وتحب لي كورنو، دونك هذي ينفعهم بالكدي وان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل. عندنا 250 غرام فرينة، عليهم أصفر متاع عظمة، عليها 50 غرام عطرشية و 125 غرام زبدة، وعندنا 5 غرامات ملح، ومعاهم غرفة صغيرة متاع قهوة. دونك مش نحطوا الزبدة مع الفرينة مع الملح والسكر، ونعملوا لهم السبلاج. بالنسبة لي انا راني كونتيتي متاع السكر نعملها صغيرة، سواء كانت تاخت حلوة والا مالحة، واللي يحب يستغنى على السكر راهو ينجم يستغنى عليها. دونك واللي كان تحب التاخت متاعك تكون يعني الباتة حلوة، وتعمل مغرفة صغيرة، اعمل مغرفة كبيرة متاع ميكلة سكر. دونك والبات هذه راهي مستحقش عجنان، دونك باش نخدموها بالفعل. واذا كان باش تخدم بيديك، تخدم شوية بكارتشة صوابعك، تدخل الزبدة كل الفرينة اللي تولي الفرينة متاعنا رملية، وقتها نزيد عليها الاصفر متاع العظمة وال 50 غرام عطرشية. العطرشية تنجم تبدلوها بالماء، والاصفر متاع العظمة تنجم تحطوا عظمة كاملة. اذا كان باش تعملوا غوسات كبيرة وما عندكمش برشا عظم، تنجم تحطوا عظمة كاملة. وراهو لي غوسات اللي مهبطينها على اليوتيوب ولا على اي ولا على الفيسبوك، تلقاها ما فيهاش عظمة، راهي ماهيش صحيحة، ماهيش غوصة احترافية، على خاطر العظمة هي اللي تلم البات، ما تخليهاش تتكسر. جربوا اخدموا بالعظمة وجربوا اخدموا من غير عظمة، تشوفوها البات هذه كي تجي تحلها وتهزها في الهزينة متاحة تنجم تهزها، خاطر اللي من غير عظمة انت تهزها وهي تبدأ هاي تقطع، تمنى هاي تكسر، تمنى هاي ما تجيبش في نسوع متاحة طيارة برشا. دونك وتخليوها ترتاح اقل شيء ساعة من زمان. انا الحق متاع ربي انا نخدمها قبل بليلة، وخليها ترتاح في الفريجو، ومو غدوة نجبدها، خليها ترتاح نصف ساعة باش تنحي البرد متاع الفريجو، ومن بعد نخدمها. وهاك تشوفوا في الغرفة متاع نتاعها الطيارة، باش نعرف لكم ان شاء الله الغصة متاع تاخد بالكريم نتاعها. ما تنساوش الاشتراك وتعملوا جيم على الفيديو نتاعنا عشان تكون عجبتكم وصفتنا، وان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل. ونختموها بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسلامه.